لو سمحتي، ما هي الأدوية التي كنت تاخديها للضغط؟ والآن كم صار ضغطك بعد الشفاء؟ هل 130 على 85 طبيعي؟ طيب، ما كنتش باخد أدوية خالص، ولا كنت أعرف إن الصداع اللي بيجيلي ده وغممان النفس. كنت بصحى الصبح من النوم نفسي غم عليا جدا، وأخش أرجع وعندي صداع قاتل، دماغي عايزة أخبطها في الحيطة أموت. أروح أكل أي حاجة عشان أخد بروفين 600، كنت عايشة على بروفين 600 مسكن. ما كنتش أفهم أي حاجة، إن ده ضغط ولا ده مش عارفة، معرفش، ما كنتش مركزة يعني. كان كل حياتي شغل، كل حاجة عايزة أعملها بسرعة. فأسهل حاجة إيه بالنسبة لي؟ بدل ما أروح وأكشف أخد بروفين اللي هو مسكن. انا ما جاليش الاعراض دي غير في السنه اللي انا ابتديت اكل، يعني في سنه او سنه ونص تقريبا ابتديت اكل بشراهه. بقيت اكل، يعني انا من طبيعتي زمان وانا صغيره ما كنتش بميل للحاجات الحلوه قوي، بحب الحاجات الحرشه كده والبتنجان المخلل والفسيخ بقى والرنجه والكلام ده، يعني دي ميول الطعميه والفول والكشري الاكل الحرش ده بتاع المصريين الجمال. فلقيت نفسي ابتديت بعشق الحلويات، مدمنه، ووزني عمال يزيد ولا مكبره دماغي. ما فجاه حصل لي اني ما عنديش طاقه، بقى بقيت اقوم من على السرير انام على الكنبه، وشغلي تحت بيتي اقعد بالاسبوع والعشر ايام مش قادره انزل. كل ده ولا اعرف انا عندي ايه. لكن في الفترات السابقة لمقاومة الأنسولين، أنا طول عمري من وأنا صغيرة عندي حساسية جلد، حساسية عيون، حبوب اللقاح، عيني تورم وودوني مستشفى الرهبات أو مستشفى الرمد كده. بعد كده اتطورت الحساسية دي قبل ما يجيلي السكر والضغط، اتطورت وبقت في الصدر، مكنتش أقدر أخد نفسي، حرارتي تعلى جدا. الدكتور يجي لي البيت يكتب لي بخاخ بخاختين، طبعا كورتيزون، ما كنتش اعرف برضو ساعتها، وما كنتش اقدر اقوم امشي، لازم اسند عشان مش قادر اخد نفسي، انام وانا قاعده. بعد كده بقى اتطورت الحاله عندي وابتديت في دخلت بقى ايه في الضغط. شرحت لكم قبل كده ان انا عرفت ان انا عندي سكر من دكتور السنان، كان عندي ضرسين هنا ميه كده ملخلخين، فضلت اخد مسكنات من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 6 الصبح لغايه ما نمت. رحت للدكتور، طبعا ما كنتش واكله، مش قادره اكل، يعني ما فيش دوارم وحالتي بالبلا يعني. فقال لي الضروس لا هي مسوسه ولا فيها اي حاجه، انت عندك سكر. هوبا، خدت الصدمة. لأني ليه بقى؟ أنا أعرف كل حاجة عن السكر، أكتر ناس عندي، ناس كتير في عيلة عندهم سكر، أخويا الكبير عنده سكر. مش هتطرق أوي للمواضيع دي، لكن أنا في اليوم ده عملت صايم سكر، صايم كان 220، رحت عملت التراكمي 10.8، دخلت تهت. ابني قال لي بصي قدامك حل، ان انت لازم تروحي للدكتور. بقول له مفيش حل تاني غير الدكتور؟ قال لي لا، في حاجه اسمها صيام متقطع، وقعد يعمل لي ابحاث ويقرا لي ابحاث حكيت ده بقى مليون مره. عملت صيام متقطع بعد 6 شهور من 10.8، بعد 3 شهور 6، بعد 3 شهور التانيين 4.7. ولا بقى في ضغط، ولا بقى في حساسيه، ولا بقى في حاجه، ولا خسيت من 89 ولا ما اعرف كان كام تقريبا كده، في تقريب ل 48 كيلو. طبعا ما روحتش 48 كيلو، كنت بخس بس كنتش مهتمه بده، انا كنت مركزه على السكر. قسما برب العزه انا ما كنت مركزه غير اني اشوف، ولا كنت من جوايا حتى كنت مستغربه، معقول جسمنا يشفي نفسه؟ بس قلت هتكل على الله واعمل الصيام المتقطع ده، وتعذبت فيه وشرحت لكم كل ده بالتفصيل. لاني ابتديت على طول 16 ساعه، منعت السكريات على طول، عشان كده بقول لكم ده. وبالتدريج
امنعوا السكريات بالتدريج او قللوها بالتدريج. وانا دلوقتي حبيبتي والله لما بتعب بيجيلي هبوط في الضغط، يعني من فترة كده تعبت، رحت الصيدلية عملوا لي، كنت حاسة ان انا فاقدة اتزاني ومش قادرة امشي، وكانت حالة نفسية، قال لي ضغطك واطي، واداني حقنتين من كام شهر، وحكيتها هنا. يعني انا ما بخبيش عليكم حاجة خصوصا تخص الصحة، اما الجمال برضه والله قايله لكم تمارين اليوجا والمساج وكل حاجة، لما تيجوا تخسوا ما تغلطوش غلطتي. انا سبت نفسي ترهلت خالص، وبعدين ابتديت اعالج الترهل، لكن من يجي نخس نشتغل يعني تخسيس وشفا ويوجا وكل حاجة مع بعضيها كده، ناخدها ايه شيلة واحدة بس. ف الهام اللي فارق معايا يعرف تجربتي، انا حاليا الحمد لله متصابية. في ناس بتقول انت اتجننتي، اه والله ده الجنان ده اجمل حاجة في الدنيا، ان الواحد يبقى مجنون يعمل اي حاجة تسعده، مش مهم رأي الناس، الناس رأيها هيفرق ايه. انا اتجننت، انا بعمل كل اللي يعجبني، انا بحب اعمل اي حاجة تبسطني، بجبر عقلي على السعادة، بصنع سعادتي بنفسي، والحمد لله من فضل ربنا عليا اني انا ما بحسش بأي أعراض مؤلمة في الجسد يعني، وبسيطر على أعراض النفس الحمد لله. وفي ناس برضه عليه عايزة أرد عليه، بيقول لي كل واحدة متبرجة متبرجة بتبرر تقول ربنا راضي عني، انت مالك انت متبرجة مش متبرجة، انا متعلقة من عرقوبي، خليكوا في حالكم. واللي يقول لي كده زودتيها كده كتير، قولوا لنفسكم انتوا الكلام ده، روح لو صغيرة في السن قولي لأمك، لو كبيرة قولي لنفسك، اقعدي انت حياتك كفيني، واقعدي بالكفن بتاعك لغاية ما ينزلوك التراب، انا مش عايزة اتكفن دلوقتي. حاجة عجيبة والله. بس اللي فارق معاه على قناة جمالك صحتك من الطبيعة براحتك، هتلاقوا اغاني وهتلاقي فيديوهات دنيا، لو عجبتكم شوفوها، ما عجبتكوش ما تشوفوهاش، بس كده.